نعم، يمكن الحديث بشكل مختصر عن التصريحات التي صدرت من البيت الأبيض ومن الخارجية الأمريكية، والتي تتحدث عن ضرورة أن تكون هناك دولة فلسطينية في أو بدء العمل على إنشاء دولة فلسطينية في اليوم التالي لانتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة. ولكن هناك أيضا كانت تصريحات صحفية تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الأمريكيين أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية في أي وقت قريب. وبالتالي هناك أصبح خلاف واضح بحسب هذه التصريحات، هناك خلاف واضح بين ما ترغب الولايات المتحدة بأن يحصل وما ترغب إسرائيل بأن يحصل. والآن الوضع أصبح يعني شائكا ومحرجا بالنسبة للولايات المتحدة، التي كانت دائما تتحدث عن دمج إسرائيل في المنطقة وأن إسرائيل دولة محبة للسلام ويجب أن يتعامل معها الدول في المنطقة. والآن أصبحت يعني إسرائيل والتصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني أصبحت محرجة بالنسبة للولايات المتحدة، لأنها تشير إلى أن إسرائيل لا ترغب بإقامة دولة فلسطينية في أي مكان وفي أي زمان. وبالتالي أصبح الوضع التي ترغب الولايات المتحدة أن تحصل عليه بعد انتهاء هذا الحرب غير وارد. وأصبحت يعني التنبؤات أو ما ترغب الولايات المتحدة به أن يحصل صعب المنال، لأن لا يوجد طرف إسرائيلي يرغب بالتعاون مع الولايات المتحدة. وهذه هي أصبحت من أهم المشاكل التي سوف تتعامل معها الإدارة الأمريكية الحالية في الوقت الراهن. نعم، ماذا عن تطبيق هذه المواقف؟ المطالبات كانت واضحة سهيل، ربما بعد فترة من الحرب ودخول الشهر الثالث كان المطالبة لإسرائيل بالانتقال لمرحلة أخرى، تجنب قصف المدنيين، الحديث عن زيارات متكررة وصلت إلى 5 لأنتوني بلينكين إلى المنطقة من أجل البحث، وأيضا مشاورات حول اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. إسرائيل ترفض ربما معظم المقترحات التي تقدم، تحديدا فيما يتعلق بإقامة دولة للفلسطينيين. في هذا الإطار، هل هناك ترجمات فعلية لأي مواقف تصدر عن هذه الإدارة؟ حتى اللحظة الولايات المتحدة لا تزال على موقفها الثابت فيما يتعلق بإسرائيل، وهو يعني الدعم لإسرائيل ومساندة إسرائيل. حتى أنا يمكن أن نتحدث على صعيد الكونغرس الأمريكي، قادة الكونغرس الأمريكي يتحدثون عن دعم لا يتزعزع وغير مشروط، ويؤكدون أنه لا يجب وضع أي شروط على تقديم المساعدات المالية والعسكرية لإسرائيل تحت أي ظرف من الظروف. وبالتالي يعني هذا هو الموقف العلني الثابت بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن فيما يتعلق بالإدارة، أصبح موقف الإدارة الأمريكية صعبا، لأن الولايات المتحدة كانت تبني على أساس وجود اتفاق معلن على قبول حل الدولتين، والآن أصبح الجانب الإسرائيلي يتحدث علنا عن رفض حل الدولتين. وبالتالي ما هي صيغة السلام التي ترغب بها إسرائيل، وما هو المستقبل الذي ترغب به إسرائيل؟ كل هذا غير وارد وغير يعني غير متاح، وأصبح الموقف الأمريكي مجهول. حتى أن الولايات المتحدة هناك إشارات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتحدث لعدة أسابيع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب الغضب من الموقف الإسرائيلي المتعنت سواء في إدارة هذه الحرب أو فيما يتعلق باليوم التالي. طيب، هذا بالنسبة لموقف الإدارة الأمريكية. ماذا عن الكونغرس؟ ماذا عن الجهود التي يمكن أن تبذل من قبل المؤسسات والهيئات داخل الولايات المتحدة بعيدا عن إدارة بايدن من أجل مطالبة إسرائيل بوقف الحرب؟ وهذا لم يحدث حتى الآن، حتى أي مشاريع يمكن أن تصدر تخمد وتوأد قبل أن ترى النور في داخل هذه الأروقة، كيف تابعت ذلك؟
بالتأكيد، ويمكن أن نشير سريعا إلى المشروع القرار الذي حاول سيناتور ولاية فيرمونت بيرني ساندرز طرحه على مجلس الشيوخ، وهو مطالبة بتقرير مفصل من الخارجية الأمريكية للتحدث عن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي أم لا، لأن القانون الأمريكي يربط تقديم المساعدات والعتاد العسكري لأي دولة في العالم بمدى التزامها بالقانون الإنساني الدولي. ولكن 72 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ رفضوا هذا القرار، فقط 11 عضوا صوتوا لصالحه، وهذا يشير إلى مدى تغلغل وقوة اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، والذي يدفع بقوة لجعل الأعضاء في مجلس الشيوخ والسناتورز في مجلس الشيوخ يصوتون لصالح القرارات المؤيدة لإسرائيل، وبالتالي لا يمكن أن نرى مخرج لهذه الأزمة في الكونغرس الأمريكي تحت الظروف الحالية. الحل الوحيد هو اتخاذ الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض قرارا بشأنها، وإلا فسيبقى الوضع على ما هو عليه. نعم، هذا بالنسبة للمؤسسات الرسمية الأخرى بعيدا عن إدارة بايدن. ماذا عن الشارع الأمريكي؟ ماذا يقول؟ هل هو راضي عن هذه التحركات الأمريكية المقلة من وجهة نظر كثيرين وفق ما نتابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن نداءات مطالبة لهذه الإدارة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وقوة واتخاذ كل أوراق الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين في غزة؟ حازم، يعني لا يمكن الحديث عن شارع موحد في الولايات المتحدة. هناك أشخاص في أو هناك جزء من المجتمع الأمريكي أو الشعب الأمريكي يؤيد الحق الفلسطيني ويرى بضرورة إنهاء الاحتلال وضرورة وقف هذه الحرب والعمل على إنهاء المعاناة التي يعاني منها فلسطيني قطاع غزة. ولكن على الجانب الآخر، قد رأينا قبل يومين هناك كان خطاب للمرشح الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب ينتقد بشدة المظاهرات المؤيدة لفلسطين وأسماهم بالجهاديين الذين يجوبون الشوارع، وأنه سيعمل على تطهير البلاد بمجرد توليها الرئاسة من هؤلاء الجهاديين الذين لديهم مناصب في الخارجية وفي الإدارة الأمريكية، وأيضا يعيشون في الولايات المتحدة ويخرجون للتظاهر بأعداد هائلة. وبالتالي هناك وكانت هذه التصريحات التي صرح بها دونالد ترامب لها صدى كبير في إطار مؤيديه، ونحن نتحدث هنا عن عدد كبير من الشعب الأمريكي الذي يؤيد دونالد ترامب. فبالتالي يعني هذه التصريحات لها صدى ولها مؤيدين، وهناك أيضا جزء من الشعب الأمريكي يرفض هذه التصريحات بشكل كامل ويؤيد الفلسطينيين. فبالتالي لا يوجد شارع موحد هنا في الولايات المتحدة بهذا الخصوص.